أما بالنسبة للتفصيل الخامس التافه يلي أبدأ ما بينحكي فيه هو أداء الممثلين. أسف كثير ما راح أقدر أفصل كثير عن أداء الممثلين بهاي الحلقة نظراً لأنه بدنا 5-6 حلقات أو نتم نحكي لبكرة حتى نعطي الموضوع حقه. ولكن يلي لفت لنا انتباهنا أداء الحارس إبراهيم علمي بالتمثيل. حارسنا العزيز أو فناننا العزيز. ليك نحن في عنا ملاحظين صغار كثير قد الفستقة بتمنى تأخذهم بصدر رحب. عزيزي مبدئياً في حال كان عندك مشهد وعم تحكي فيه إنه بدك 2 قهوة من الريسبشن. عزيزي مبدئياً هذا اسمه ريسبشن وليس الريسبشن. وفي حال ما كنت بتعرف تقول كلمة ريسبشن لا تقولها ريسبشن. يعني عادي قول بالحوار تبعك انه بدي 2 قهوة من الاستقبال او 2 قهوة من الاستقبال حسب انت بتنقي اللي بدك اياه، بس 2 قهوة من الريسبشن هاي ما بتزبط. معلومة على جنب، 2 قهوة ما بينطلبوا من الريسبشن، بينطلبوا من الكافيه، الجرسون، اي شغلة ثانية. الريسبشن مشان جواز سفر، حجز، معاملة، تاكسي، اي شيء ثاني. هلا في بعض الاحيان واحد بيطلبوا من الريسبشن، بس انت كنت عم تمشي حوالي الفندق وجنبك كان في مطعم، فالذكاء بيقول انك تروح تطلب 2 قهوة من المطعم، وليس تفوت تطلبها من الريسبشن. وعزيزي كمان لما بدك تمثل دير بالك على ادائك، ما في داعي شوبر وتشيل عيون الممثل يلي قدامك، هاي بتعملها بشغلك الثاني. عزيزي فناننا العزيز حارسنا المخضرم. ثالثا انت بتكون عم تمثل خف على المشاهد بالحكم تبعك، بحيث يمكن عقله ما يستوعب هاي الكمية الرهيبة من المعلومات والعبر والحكم والفظاعة. يعني لما طرقت جملة البحر غدار انت خليتني اصلا 3-4 ساعات بلحظات الغدر يلي انا تعرضت له من ورا هاي الجملة تبعك. ولا اسا جملة صعب على الطير الواحد يغرد خارج السرب. شو يا محمد صعقتني يا رجل. ولا اسا جملة لما رشيت عزيزنا يلي ما بيغير ثيابه مشان ما يفضحك قدام مرتك، لما مرتك سألتك ليش دفعت له مصاري رحت تقول لها دفعت ثمن اغلاطي. يا محمد على الاحساس هيك اللي عم يغلي غلي. كلماتك ليست كالكلمات، انت فقط تتفوه بالكلمات الحساسة والرنانة والدافئة. منور، شكرا لقبول الصداقة. تقبل مرور العطر. هيك من الاخر انا ما حبيت الا كثير شغلة التمثيل. احنا في عنا تجربة، واحد انتقل من عالم الفوتبول ويجا على عالم التمثيل، وانا ما بدي اقول لك شو عمل فيها لهاي المهنة. انا بنصحك اذا عم تدور على مهنة تانية وتكون لها بقيت لك اكثر خليك على الحاجز. الحاجز تبع الملعب انا قصدي، شو اسمه؟ جول او مرمى. والله انا اسف يا سيدي، تيجي بكره تشوفني على شيء حاجز ليه؟ هي مشان الريسبشن. يا والله اخي اسمه ريسبشن، واللي بدي يقول ريسبشن فشر بعينه. دوك الحريه اسمه ريسبشن، والقهوه ما بتنطلب غير من الريسبشن.